إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من ساحة مسجد حسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. إذن اليوم ختم القرآن الكريم، اليوم 24 من شهر رمضان المبارك. إذن خليكم مع صوت جميل للشيخ عمر القزابري. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بين الأخيرين من القرآن الكريم. سيتم ختم القرآن هذا اليوم بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، تقبل الله من الجميع. الله أكبر.
اللهم امين خويا احمد قشاني نجاة اصفاري يا ربي امين فاتي ما شاء الله شكرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله الله.
مصطفى لا يعاود. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله Oh.
وقال الإنسان ما لها
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن وتواصوا بالحق بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة مشاهدينا الاوفياء مشاهدين شوف تيفي غادي نحاولوا اننا نختموا مع هذه الركعه هذه باش نجيبوا لكم تتمه ديال القران مع دعاء الختم ان شاء الله كنتمنى انكم تبقاو معنا. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
اذا كيف ما قلنا لكم غادي نرجعوا لكم في مباشر اخر مع ختم ديال القران ان شاء الله. الى يدير لكم حين تقبلوا تحياتي مصطفى قرناوي من طاقم شوف تيفي من مسجد حسن الثاني، يحييكم الى اللقاء.